الزول في اللون نيت ما يسمى الزول مقران مرحبا إسون بوغ سات فان دو جورني دو 25 ديسمبر 2023 الساعة راهي تقريب 22:47 تقريب 11 محبيتش نروح نرقد ونخليكم وما نتكلموش على ليفينمون تاع اليوم هو خطاب الرئيس الجمهورية أمام البرلمان ومجلس الأمة لو سينا. دونك راح نتكلم شويه واش تكلم الرئيس يعني واش ما كانش مفاجاه الشيء اللي كنت نستنى فيه
الشيء اللي كنت على بالي راح يقولوا قالوا يعني لا تغيير، لا تغيير الاول ويكمل على السياسه على حسب السيد الرئيس. هو يحسب، هو انا صحفي ديما نحترم راي الاخرين، ديما كيما دوكا نحترم راي مشي تبون واش يقول، نحترم رايه، نحترم رايهم. بصح انا عندي نظره اخرى، عندي حاجه اخرى اللي راح نقولها هنا. هو يقول الشيء اللي ظهر له سي نورمال، من حقه يتكلم. هو كيما قال واحد يقول باللي متفائل ويقول باللي الجزائر افونسيت على حسبه هو، تقدمت الجزائر بزاف بزاف. وقال في الجنوب ثاني كيف كيف، قال في الجنوب بكري الطيارات ما كانوش يروحوا للجنوب، كانت تروح في الطياره ولازم يكون واحد خفيف وما نعرف واش. دركا الطيارات يروحوا ويجيو على الجنوب على حسب مسيو تبون، هذا السياسه الداخليه. قال زدنا البطاله، زدنا لهم الدراهم، قال زدنا العمال ثاني دراهم على حسابه هو. تو با بيان، البلاد راهي مسقمه تمشي، راهو كيما قال لك الشيء اللي عقب بكري ما عادش يكون، والى افونسي والجزائر افونسات والحمد لله كما قال هو سير الرئيس. قال هكذا السياسه الخارجيه كيف كيف، قال لك حنا الجزائر كلمتنا مش كي بكري كانوا اللي يحقرونا، واليوم كلمتنا مسموعه. قال لك اليوم كلمتنا مسموعه، وقال باللي راهو رانا عندنا هكا ممثل في دائم في الامم المتحده منتخبوا عليه 194 دوله، 194 دولة انتخبت على هذا الجزائري باش يكون ممثل شرعي دائم في الأمم المتحدة، وراح ندافعوا على العرب وندافعوا على إفريقيا. قال باللي القضية الصحراء شوية، على كل حال أنا ديما مالف نقول باللي كي يقول حاجة مليحة نقولوا حاجة مليحة، كي تقول حاجة باش مليحة باش مليحة. قال إحنا قضية الصحراء كيما كنت نقول لنا بكري، قال قضية نتاع تصفيه استعمار وراهو الملف في في الامم المتحده كلمه نظيفه. قال اخويا اذا الامم المتحده فصلوا في القضيه الله يسهل عليهم، احنا ما نحوسوش عليهم، ما عندنا حتى مشكل مع اخواننا المغاربه. كلمه قالها مليحه. قضيه فلسطين دروا كيما قال واحد ما لا هكلها، قال لك حنا ملي كنا، قال عندنا شهداء ماتوا في فلسطين، بيقول باللي يحب قريب يرسقنا حنا نوليو مع فلسطين نديروا حرب ضد اسرائيل. احنا الجزائريين عندنا شهداء باللي كان صلاح الدين على حسبه هو، وحنا نحاربوا ثما. دونك قريب يقول كيما هذاك السيد اللي قالهم باللي احنا عندنا ما عرف شكون يد مدفونه لهيه، لازم نروحوا نجيبوا اليد نتاعنا. ما على باليش شكون راه يهضر الهضره هذه. دونك قال لك حنا مع فلسطين ظلمه مظلومه. دونك فوالا، هذه هي، هذه هي واش قال الرئيس متفائل. وقال حنا رانا نمشيو للامام ورانا ماناش محبسين، ومع فلسطين ثاني كيف كيف ماناش محبسين، رانا معاهم للنهايه حتى ربي يدي الارض هذه. الوغ انا عندي راي اخر. مشيت تبون هو في الملعب، يا يعني قاعد يلعب في الستاد، جوار نعتبره جوار، هو قاعد يلعب في الستاد، هو كابيتان ديكيب ولا انترينر في الستاد، وحنا نتفرجوا، حنا نتفرجوا من التريبون. انا من التريبون نشوف خير من مسيو تبون. علاه؟ باسكو انا في التريبون فوق ونشوف التحركات تاع اللاعبين كامل، ونشوف اللاعبين كيفاش الحكومه تاع مسيو تبون كيفاش كانت تلعب. انا نعتبرها ايكيب. انا نقول مسيو تبون ناقصة ليكيب نتاعك يا مشي تبون، وناقصة بزاف بزاف. والشي اللي كنت تقولو هذا 140 مرة، عندنا كلمة عند الجزائر، عندها كلمة في عندها كلمتها عند الدول ومن هنا ما كانش مشي تبون، راك غلط. إذا 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 كاين موندا اللي الجزائر ما عادش عندها حتى كلمة حتى مع جيرانها، هو الموندا نتاعك يا مشي تبون. انا نقولها صراحه، انا مانيش من جماعه التصفاق، لا هذوك اللي قاعدين ثم في الميسيكل اللي صفقوا حتى نغلبوا من يديهم سي نورمال،
40 مليون وما قداش ومنا سي نورمال، حتى انا كون يعطيني 40 مليون انا ندير في وذنية هذاك الاخر باش ما نسمعش ونصفق حتى نخرج، حتى يقول يحبس اوصاي اوصاي ها. دونك عندهم الحق يصفقوا على ارواحهم، انا ما نصفقش يا مشي تبون، ونقول لك باللي راهو الشيء اللي كنت تقول فيه راهو راك غلط فيه بزاف بزاف. اليوم ما عندنا كلمتنا لا مع جيراننا، ما عندنا كلمتنا لا مع الافارقة، ما عندنا كلمتنا لا مع الاوكسيدون، ما عندنا كلمتنا حتى مع واحد، عندنا كلمتنا بدات مع اخوانا التوانسه، عندنا كلمتنا مع موريتانيا، هذا واش عندنا كلمتنا يا مشتب، ما عندنا كلمتنا حتى مع واحد. حتى الروس بعد الرواسة بعد اللي كنا زعما حبابنا وكذا ومنا، راهو لو كان ماهوش الفيراي اللي نروحو نجيبوه من عندهم الفيراي اللي ما يتباعش ونعطيو لهم الدراهم صافي لونطون، اللي حتى هما راهو على البيبان. دونك في هذه راك غلط يمشي مشي تبون غلط، خلاص خلاص حنا نشوفو وعلى بالنا واش نقولو وعلى بالنا واش نشوفو. سي اون كاتاستروف، سي اون كاتاستروف. شوفوا برك يعني قبل ما يبدا الخطاب نتاعو مشي تبون داروا القران، ومن القران داروا هذه قسم قسم. شوفوا يا جماعه اعطيوني اعطيوني بلاد في العالم، اعطيوني بلاد في العالم اللي فيها ليمن ناسيونال تاعهم ليمن ناسيونال يغني وعلى دوله اخرى يغني عليهم ولا يسبهم ولا واش يقولهم ولا يمناصي فيهم. اعطيوني واحده في العالم، انا ساعه ما نعرفش كاش ما كان اكتبوا لي باش نضل نقول الجزائر والدوله الاخرى من فضلكم. الناس اللي تسمع فيا اللي شاف باللي كاين النيمن ناسيونال تاع كانش دوله اللي يهضر على فيها على دوله اخرى يقول لي انا ما شفتش الحق، انا شفت الا الجزائر اللي مازالوا هذاك الشعار اللي كنا نهضروا عليه على فرنسا نحى واحد الوقت، والناس العقال اللي نحاو حبسوه نحاو لو كوبري هذاك نحاو باش ما عادش يهضروا على فرنسا. يا فرنسا قد مضى وقت ما نعرفوهاش واستعدي ولا انا مانيش افوكا تاع فرنسا، لا مانيش افوكا. مين اعتبر هذا استفزاز؟ هذا نعتبره استفزاز، نعتبره بروفوكاسيون. نعطيكم انا حاجه، واش خممتوا لو كان غدوه فرنسا يبدلوا هذا نتاعهم هذا اون لونزونفون دو لا باتري ويديروا حتى هما واش يقولوا هذا ان كوبلي نتاع ساعه نقدر نقول ان كوبلي يديروا هذا مرسو هذا يتكلم على الجزائر ويقول يا لي زارجينيان حنا رانا درنا لكم ودرنا لكم. اسكو نشتيو؟ اسكو نشتيو؟ ما نشتيوش ما نشتيوش. علاش؟ باسكو كيف اسمو قال اخويا انت علاش تتكلم عليا؟ سبحان الله، علاه راك تتكلم عليا يا اخي؟ اسمح لي، انت راك تتكلم على تتكلم على روحك، قول اخويا حنا وخدمنا ودرنا وكلش بصح انا ما تذكرنيش يا اخي، ما تذكرنيش هذا مكان. دونك علاه تذكرني؟ قول لي علاه واش تذكرني برك. دونك كنت نقول هذا اللي يا فرنسا قد مضى وقت الاخر مستعدي من الجواب، علاه تجبدني يا اخي؟ انا صايي خرجت 62 خرجت وسنينا اتفاقيات تاع كيف اسمو اللي درناها نتاع ايفيون، وعندنا نخدموا مع بعضنا وعندنا السفير نتاعنا وعندكم السفير نتاعهم منا، وانا كي نجي ننحني الشهداء نتاعكم والاخر، واليوم مازلت تغني عليا، مازلت تغني عليا. علاه تغني عليا يا اخي؟ في خير واش تغني عليا؟ علاه تذكرني؟ علاش تذكرني؟ واش نردوا عليهم حنا اللي كنا يقولنا علاش تذكرنا؟ علاه ما احنا تقابضنا مع البيزنطيين، علاه ما نذكروش البيزنطيين؟ تقابضنا مع هذو كيف اسمهم لا 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 رومان، علاه ما نذكروهمش؟
تخبطنا مع العرب علاه ما نذكروهمش، تخبطنا مع الناس اللي جاوا دخلوا علينا من سنوات وسنوات علاه ما نذكروهمش، خلاص علاه نذكروا غير فرنسا. انا مانيش فاهم، انا العرب هما الاولين اللي دخلوا علينا، لا العرب هما الاولين اللي جاوا باسم الدين ودخلوا علينا، علاش ما نقولهم يا العرب يا اللي دخلتوا حتى حنا نقول نزيدوهم نضيفوهم، ولا البيزنطيين ولا الاتراك ولا الناس اللي دخلوا علينا كامل واللي جاوا ولا الرومان ولا منا، لازم نغنيو عليهم حتى هما. شفتوا كيفاش يعني هذا التفاهه هذه اللي انا نقول لكم يا ناس اشفوا ونزيدوا مليح على الفيديو اللي نقول لكم عليها. غدوه تكون فرنسا تسير فيها ليكستريم دروات، وهذه يبعثوا لنا لاتر اوفيسيال يقول لكم تنحيوها ولا رانا ما نولف معاكم ناس ملاح. واش راح نديروا؟ واش راح نديروا؟ مشيو بينا حتى لمجلس الامن، قال الناس هادو قاعدين يمناصيو فينا ويحرضوا علينا في الناس وفي الشعب نتاعهم. سي با نورمال، سي با نورمال، هذا استفزاز، هذا يعيطوا استفزاز. هذا لو ريفران هذا محيناه واحد الوقت نورمال، خلاص ما نجيوش نديروا نرجعوه، مي كان نرجعوه يسمى انت في هذا نتاعك في هذا مش قران، هذا سي محمد، هذا راهو نشيد وطني نتاعك، درتو تقدر تغير فيه، تقدر تنحي المرسو هذا. يهضر عليا خويا، ما تهضرش عليا، ما تهضرش عليا انا. شغل بيكزومبل دركا انا منصف نتقابض مع بيكزومبل سليم، ها نتقابض انا وياه نضاربو 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 ومن بعد يفكونا، نقعد انا نقعد ونروح له قدام الدار نتاعو ولا بعيد ونغني عليه يا سليم يا لو كان نحكي من كل مي. اسكو هذا معقول؟ هذا في دولة اللي تحترم روحها؟ اسكو هذا معقول في دولة اللي تحترم روحها؟ يا خويا ما نغني حتى على واحد، ما نغني لا على احبابنا المغاربة، ما نغني لا على الليبيين لا على التوانسة لا على فرنسا لا على الاخر. يا خويا نغني على روحي، نغني على روحي انا. قال انا الجزائر راني انا خير من دولكم، هذه من حقي، من حقي نغني على روحي. بصح الناس باش نغني على الناس، انا نقول لكم الحق، راه جاي وقت سوا يبعثوا لهم قال تسويت تنحيها وتنحيها كي لا لا، ولا راح نديروا لك مشاكل. والناس اللي تقول احنا اذا فرنسا حبت نزيدوا نعاودوا معاها، انا نقول لكم راكم غلطين، انا نقول لكم بلي راكم غلطين، خاطرش فرنسا بريميرمون سي اون بويسونس، هذه الاولى، وإذا ضربتك فرنسا يضربوك في 50 دولار. دونك غير حطوا كاس ماء بارد كيما هذا وهنيوا رواحكم. فوالا. دونك الشيء اللي قالوا هذا مشي تبون اليوم بعيد كل البعد على الشيء اللي كنا زعما نستناو باش يقولوا، ما يقولوش، صدير ما انا على بالي بلي هو ولا واحد اخر من هاد الناس هذو ما همش رايحين يتراجعوا وما همش رايحين يبدلوا السياسه نتاعهم. السياسة نتاعهم معروفة، هذه هي، رانا حنا هنا ودزوا معاهم، رانا هنا ما نستعرفوش بكم، رانا حنا هنا وروح وروح. دونك هذه ما تخرجش، واش هو اللي خرج؟ هو إن شاء الله بحول الله الناس هذو كاش ما كان الدولة العميقة إذا مازال كاش ما كان فيها ناس يحبسوا يديروا حد لهذ الناس هذو. قالوا ولدي خلاص يا جماعة أيا بقاو على خير، عطينا الفتح، روحوا حكموا دياركم، ويروحوا يجيبوا ناس عاقلين، ناس اللي عمرهم ما حكموا الحكم، ناس اللي يخرجوا البلاد من 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 من, من, من انا ديما نقول للناس يا جماعه يرحم والديكم، انا راني ما نقراش الميساج تاعكم، اسمحوا لي يا جماعه، راني ما نقراش الميساج تاعكم، اشاك فوا ترن 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 والله ما نقراه، انا مانيش قاعد انا غير باش نقرا لي ميساج، والله العظيم شي با لا غير باش اي واحد يشوف حاجه هكا يبعثها لي، انا راني ما نقراش، فوم ديرونجي بور ريان دو تو. إذا كش ما كان حاجة حبيتوا نتكلموا عليها ولا كذا ولا مريحة ولا منا، اكتب لي يا خويا قال فوالا ماذا بيك هذه ولا هذه، مي أشاك فوا تبعث لي أشاك فوا تبخوا في رواحكم وتجيو تعطلوا فيا أنا، وما نقراهمش، والله ما نقراهم، راني نقفلهم وخلاص. واش حبيت نقول يا ربي؟ قلت لكم كش ما كان اللي بقاو من الدولة العميقة يدخلوا وينقذوا الجزائر من هذا الناس هذو اللي قاعدين يسيروا في البلاد. هما عندهم كما قلت لكم عندهم اتجاه واحد، ما حبوش ينعلوا الشيطان وما حبوش يقولوا باللي
بدات ما شافوش هكا مشى تبون الراجل راهو يهضر ندير رانا الجزائر راه كي اليوم كي كي دو كي الاخرى كي الامريكان ولا كي فرنسا ولا قالك حنا رانا فخورين قالك فخورين ما على بالوش بروحه مسكين باللي راه ما بقى لنا حتى واحد اللي نتكلوا عليه ما بقاش الدول الكل تقابضنا معاه الدول الكل تقابضنا معاه يا اخي شتو بدو شي هضره هذاك وزير الخارجيه اللي يقول لهم غدوه ندير عليها ان شاء الله فيديو نتكلم عليه احنا ما نتهموش مع فرنسا على عده مشاكل من بينها السيف نتاع الامير عبد القادر والبرنوس نتاع الامير عبد القادر شوفوا يعني النيفو كيفاش طايح خلاص خلاص يا ولدي واش ندير برب السيف نتاع الامير عبد القادر هذا واش ندير به انا واش ندير بالبرنوس تاعو انا بن عمي واش ندير به البرنوس تاعو انا واش ندير بهم انا هالفكير هذو 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 هما اللي حنا كي نجيب البرنوس هذا راح نعطيه للشعب ياكلوا ولا نعطيه للشعب يلبسوا ولا نعطيه كي نجيب السيف هذا كيما قال الاخر قال لي ان شاء الله يباشك والله يا غير ضحكني واش ندير بالسيف هذا انا واش ندير هذو حوايج نطلبوهم حنايا من عند فرنسا حنايا واش الواش الواش بور هذا الشكير الشكير كيما هذا واش نديروا بهم هذا ما بقى لنا هذا ما بقى لنا اليوم نعادي وحنا فرنسا على جال سيف هذا ما نعرف صح صح نتاع الامير ولا مش تاع الامير حتى نتاع الامير بعد يوم بعد يقري ومن بعد هذه تطلبها تيتراميكال هذه هذه تطلب نجي انا نقعد مع كانش واحد نشوف عنده هذه البريكي هذه مليحه قال لا شتي تاعي انا قال له ودي هذا التمزيه هذه اعطيها لنا يتراش هذه قال لازم كي يجي الرئيس يزور يروح وانا جهه حكمته بريزوني هذا يزور وانا جهه حكمته بريزوني الامير عبد القادر واعطيو لنا السيف نتاعو واعطيو لنا اسيدي انت انت واش واش على كل حال مانيش راح نهضر عليها دوكا غدوه ان شاء الله نديرو عليها موضوع ان شاء الله ونتكلموا عليها دونك واش نقول لكم يا ناس هاد المسؤولين تاعنا ربي يهديهم على كل حال الله يهديهم هذا واش نقولوا ما عندنا ما نقولوا الله يهديهم احنا داخلين في حيط ودخلنا من الحيط وخرجنا من هيه وهما مازالوا يتكلموا كيما مشيو تبون اليوم راهو عاجبو الحال وراهو يقول لك لا احنا درنا ودرنا على كل حال ورايوه ورايو نجي يقول بلي حتى احنا خير من الامريكان يقول على روحو مي كيما قلت لكم احنا من التريبيون نشوفو احنا قاعدين نشوفو انا الفريق نتاعي كي يلعب تهضر الصحفيين يهضروا مع الجورناليست مع الجواخ يقول لك احنا درنا ما علينا مي حنا نشوفو في التريبيون بلي شكون اللي دار ما عليه وشكون اللي ما دارش بوك واحنا حنا نشوفو اون تران دو فواغ مشيت تبوني يقول لك حنا درنا ما علينا هذا رايو على كل حال نحترم رايو مي ما على بالوش مسكين بلي راهو الشيء اللي داروا مشيت تبون نورمالمون ما نسميوهش الجزائر الجديده نورمالمون نسميوه اعاده الجزائر الى السبعينات وحتى السبعينات خير من دوك اعاده الجزائر الى السبعينات وحتى السبعينات هو غير خير من دوك ما في هذا جديد لا والو ما كان حتى حاجه او كونترير زاد كيما قال واحد زاد الوضع زاد ازم اكثر واكثر ربي يستر وخلاص نقول لكم تبعوا على خير بونسواري يا توتي يا توس يا دوما ان شاء الله.